من ضمن الحاجات اللي بتساعدك على التذكر ان انت الاكسرسايز. هتقول لي ايه الفرق بين يعني ايه علاقه الاكسرسايز وانا بقول لك ابني لي فورمه، انا مش عايز فورمه. لا، اي انواع من التمرين والرياضه بيخليك بيجري الدوره الدمويه عندك كويس في جسمك، بيخلي جسمك نشيط. طبعا العادات الصحيه اللي هي النوم بدري والصحيان بدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لامتي في بكورها، او اللهم بارك لامتي في بكورها، صلى الله عليه وسلم، وجمعه مباركه عليكم. فده وقت فيه بركه. لو صحيت بدري وذاكرت معلومه بدري هتلاقي نفسك بتتذكرها بشكل افضل. لو تمرنت والعادات الصحيه كلها الحلوه، يعني بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. ففي واحد دلوقتي هيكح يقول لي ايوه العقل السليم في الجسم السليم، انت راجل شاب. بص احنا مش بنخش لبعض ايه، بس انت انا وانت عارفين ان هو في حاجات مضره انت بتعملها، تدخين، سهر، جانك فود كتير قوي، اكلات غير صحيه. الحاجات دي كلها بتساعد جسمك ان هو ينحل عن الطريقه الايديال بتاعته، النموذجيه بتاعته. طيب فالعادات الصحيه، الاكسرسايز، ايه كمان؟ ان انت تاخد معلومات بنطاق صغير، يعني ما تكترش. يعني انت لو ذاكرت لمده ساعه هتنسى اكتر من لو ذاكرت لمده ربع ساعه واخدت بريك، ثم ذاكرت لمده ربع ساعه اخدت بريك. في انظمه كتير للاستادي، في البامودورو، في حاجات، في انظمه كتير. انا اللي بعمله انا شخصيا ان انا باخد حاجه قبل ما ابدا مذاكره، بكون محدد حاجه صغيره، قطعه صغيره ان انا هذاكرها، وما بقومش الا ما ذاكرها. ده انا، انت ممكن ما تبقاش دي الطريقه الامثل بالنسبه لك. اخدت معايا 10 دقايق، اخدت معايا ساعه، اخدت معايا يوم، انا قاعد اتيل الحته دي لحد ما اذاكرها. وبرده ما بكترش على نفسي الموضوع، علشان يعني ما بكترش التشانك نفسها، القطعه اللي انا هذاكرها مش بكترها علشان اساعد نفسي ان انا احتفظ. وبعد ما اذاكرها واخلصها بدل نفسي بريك. بعد ما ادي نفسي بريك بشتغل على حاجه ثانيه خالص بقى. خلاص انا ده وقت التحسين، خلصت تحسين، اشتغل على حاجه ثانيه بقى. في ديزاين عايز اعمله، في حلقه عايز اسجلها، في اي حاجه، في قريب عايز ازوره، في اي حاجه، بفصل بقى دي عندي. فانت بتصغر الوقت اللي هو بتاع المذاكره، وبتاخد بريك، وبتستعمل حاجه احنا اتكلمنا عنها قبل كده اسمها النيمونيك ديفايسز. ايه هي النيمونيك ديفايسز؟ ان انا بفتكر الحاجه بحاجه ثانيه. زي مثلا يعني لو انت حد في حضراتكم بيدرس تجويد هيلاقي يقول لك ايه، صف ذا سنه كم جاد شخص قد سنه، هو جايب لك الحروف مثلا بتاع، لو انت عايز تعرف حروف الازهار مثلا يقول لك همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، حاط لك بيت شعر لخص لك فيه القصه كلها. لو انت بتدرس الرياضيات فانت عارف حاجه اسمها مثلا ايه، بليز اكسكيوز ماي دير انت سالي، يعني يقول لك لو في البي بتاعت البرانثيسيس بتاعت الاقواس، لو في حاجه في القوس دي الاولويه ليها في اسمها ايه، في العمليه الحسابيه، تخلص اللي في القوس الاول. طب والاي هي بليز بتاعت البرانثيسيس الاقواس، الاي بتاعت اكسكيوز، الاي دي اللي هي بتاعت الاكسبوننت الاس، لو في حاجه فيها اس بتتعمل بعد القوس، يعني القوس له الاولويه ثم الاس. طب الام بتاع ماي يبقى المالتيبليكيشن الضرب الاول، الدي بتاعت الدير تبقى الديفيجن القسمه، وهكذا بقى. انت متدرب، دي اسمها نيمونيك ديفايسز. لو انت اخدت الحاجات اللي انت بتعملها وعملت لها نيمونيك ديفايس زي دي بتساعدك كتير على التذكر والتحصيل. بس انا مش عايز اطلع حضراتكم اكتر من كده، جمعه مباركه عليكم، وان شاء الله موضوع النسيان لا يسبب لك اي عائق نفسي في المستقبل، لان صدقني انا جاي لك من المستقبل وبقول لك المعلومه اللي انت بتذاكرها النهارده انت نسيت منها بعض الحاجات في المستقبل، نسيت. فافرح لما تنسى ان انت بتحاول تشوف الطريق اللي مش ممهد بتروح تمهده.